أكد معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أن نجاح الانتخابات النيابية والبلدية 2018 هو نجاح للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وللمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين. وأشاد معاليه أثناء إدلائه بصوته في مدرسة وادي السيل الابتدائية الإعدادية للبنين بالإقبال الكبير من قبل الناخبين البحرينيين، ما يؤكد وعي المواطن وإدراكه التام لمسؤولياته الوطنية وحرصه على أداء واجبه الوطني، مؤكدا معاليه أن هذا الحرص من قبل الناخبين يعكس إخلاص الشعب البحريني الكريم لقيادته ووطنه لمواجهة مختلف التحديات.